وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة الدكتور عبد العزيز أبو العضو مجلس الشورى أن هذه المشاركة تدعم أعمال الجمعية وإعداد مشروع الموازنة السنوية لتعزيز القدرة التنظيمية للجمعية وفعالياتها. الحقيقة هو الاجتماع كما تفضلت يتعلق فقط بشكل بتنظيم الميزانية وأيضا تخطيط الأعمال الميزانية وأعمال المؤسسة الجمعية البرلمانية الآسيوية. دورنا كان فقط هو تقرير مبلغ المشاركة السنوية أو الرسم الاشتراك السنوي، وكان هذا الموضوع الحقيقة كان فترة طويلة حسم بجهود خليجية بشكل أساسي بحرينية. إحنا كان لنا دور كبير الحقيقة في الموضوع في عقد الاجتماع الخليجي أولا والدفع به، وأيضا بالجهود الخليجيين، وهالمرة الحقيقة أخواننا في قطر أيضا لعبوا دور مهم جدا. وكانت النتيجة أنه تم إقرار مبلغ محدد لمتفق عليه للجميع، متساوي للجميع. كان في ناس اخرين يريدون نسبه مئويه من الناس الاجمالي العام، لكن احنا اصرينا على ان يكون مبلغ محدد ومتساوي. وايضا تم الاتفاق على تحديد مواعيد تسديدها، وايضا وضع ضوابط ماليه للصرف